السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر للبنات. واللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تحديد سلوكياتنا ومشاعرنا وأفكارنا من منظور علوم الطاقة تحديدا. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها بتأثر على حياتكم. هنكمل مع بعض سلسلة التفكير المستمر اللي بدأناها. خلينا نتفق على شيء معين، وهو ان احنا لازم نرضى، الرضا بما كتبه الله لنا في حياتنا. لازم نفعل هذا الامر علشان عقلنا اللاواعي يتبرمج على كده وما يدخلناش في دايرة التعلق، لان بمنتهى البساطة انت او انتي لو رضيتوا بما كتبه الله عمركم ما هتتعلقوا باشخاص او باشياء، هترضوا وهتقبلوا وهتسلموا ومش هتعلقوا سعادتكم باي شخص في هذه الحياة الفانية. لازم يكون تعلقنا ومصدر سعادتنا ورضانا هو التعلق بالخالق والرضا والاكتفاء بما قدره الله لنا من خير، وكل شيء يأتي به الله لنا هو خير. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. لازم نرضى بما قسمه الله لنا، ما نعلقش سعادتنا ونقول يا إما الشخص ده يا إما مش هنعرف نعيش يا إما مش هنقدر نكمل. ده مبدأ غلط، وانتوا هنا بتبرمجوا عقلكم اللاواعي على فكرة التعلق بالأشخاص، التعلق بالأشياء. والإنسان لما يبقى متعلق ده بيعرقل مبدأ تجلي الأشياء بيسر وسهولة في حياتك، لأن ببساطة طاقة التعلق اللي انت فيها دي طاقة سلبية بتؤثر على تجلي وحدوث الأشياء في حياتك بكل يسر وسهولة. هنا انت بتحسب لها، وده غلط جدا. أنا عايزاكو ما تحسبوش لأي شيء، واعرفوا وتأكدوا انها ستأتي من حيث لا تدري، من حيث لا تحتسب. فقط نسلم امورنا لله عز وجل، نتوكل عليه ونرضى بقدره وبقضائه خيره وشره. لازم القبول والتسليم. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجرهم من عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاوز اتكلم في نقطة مهمة كمان جدا جدا، ان الاشخاص اللي بيتعافوا وبيقدروا يتخطوا التعلق وبيقدروا يعدوا هذه الفترة من التفكير المستمر في الاشخاص، بيجيلهم وقت بعد الاستشفاء بيرجعوا تاني يفكروا في الشخص بشراسة اقوى من الاول. ليه؟ ده سببه حاجة بسيطة جدا جدا جدا، ان احنا مجالنا الطاقي والنظام الطاقي وهالتنا ما تنضفتش كويس من الطاقات السلبية والمشاعر السلبية. لسه بقايا مشاعر سلبية متعلقة فيها، في ثقوب طاقية موجودة في مجالنا الطاقي هي اللي خلت التفكير تاني يرد عليك بشراسة اقوى من الاول، لان احنا ما مشيناش على الطريق الصحيح. احنا حاولنا ننسى، ردمنا الماضي وحاولنا ننسى ونسينا ان في مشاعر سلبية لسه مستخبية داخل مجالنا الطاقي لازم نتخلص منها. نتخلص منها ازاي؟ بايدك ان انت بقى اللي تغير حياتك وتغير تفكيرك وتنسف هذا التعلق بنسفك ولهذه المشاعر المختبئة في مجالك الطاقي. طب نشوفها ازاي، نجيبها ازاي وننسفها ازاي علشان ما نتعلقش بالاشخاص. المشاعر السلبية المختبئة جاية منين ومصدرها ايه؟ مصدرها عقلك اللاواعي وتشبعه بافكار
تعلق وتشبعه بأفكار سلبية، والمشاعر اللي انت حضرتك غذيت عقلك اللاواعي بيها طول الفترة اللي فاتت، مشاعر التعلق، مشاعر الحزن، مشاعر التعود على الأشخاص، مشاعر الإحساس بالسعادة مع هذا الشخص تحديدا، كل ده انت غذيت عقلك اللاواعي بيه، كل ده برمجت عقلك اللاواعي بيه، برمجت عقلك اللاواعي بالحاجات اللي انت حاسسها، فهنا عقلك اللاواعي تشبع بهذه المشاعر وهذه الافكار، عشان مهما حاولت ان انت تداري الجروح من بره، عقلك اللاواعي هيرجعك تاني لنفس النقطة من البداية. يبقى احنا لازم نبدأ بالعقل اللاواعي، لازم نعمل حملة تنظيف للعقل اللاواعي من الافكار اللي احنا شبعناه بيها. لازم اولا ننظف العقل اللاواعي من اي افكار سلبية، من اي مشاعر سلبية، من اي مشاعر تعلق باشخاص، ولازم نرجع نغذيه بمشاعر ايجابية. تنوي بقى النية، هنا يأتي دور النية، ان انت تنوي ان انت ما عدتش تتعلق باشخاص، تنوي ان انت ما عدتش تفكر في اي مشاعر سلبية، تبدأ تكرر على لنفسك جمل استحقاقية يوميا، ان انت تستحق كل الخير من هذه الحياة، ان انت ما بتعلقش نفسك باشخاص، الاشخاص هم اللي بيعلقوا نفسهم بيك، انت تستحق كل شيء جميل، كل شيء ايجابي في هذه الحياة. لازم نكرر هذه الجمل الاستحقاقية يوميا على عقلنا اللاواعي عشان يتشبع بيها. لازم تقتنع بما تريد أن تبرمج عقلك اللاواعي عليه. تقتنع مثلا أن مشاعرك تحت قيادتك، ومفاتيح مشاعرك في إيدك، وأنه لا يمكن لشخص أن يتحكم فيك ويسيطر عليك ويخليك تتعلق بيه. ولو في يوم حسيت بمشاعر سيئة أو مشاعر سلبية أو حزن أو ضيق، سيبه يخرج، ابكي، اصرخ، اكتب ده على ورقة وقطعها. المهم ما تكتمش مشاعرك حتى لا تصل الى عقلك اللاواعي، حتى لا تصل هذه المشاعر السلبية الى عقلك اللاواعي وتسيطر عليه. لازم تعمل افراغ لأي مشاعر سلبية بتحس بيها، اي مشاعر حزن، اي شيء مضايقك، ابكي، صرخ، اكتبه في ورقة وقطع هذه الورقة وارميها، احرقها. المهم ما تسيبش المشاعر السلبية تتملك منك وتسيطر عليك، لان لو تملكت منك عقلك اللاواعي هنا بيتشبع بيها، بيتشبع بهذه المشاعر، بيتشبع بما تقتنع به، بما تحس به فعليا، الشيء اللي انت مقتنع به والمشاعر اللي انت حاسسها ومؤثر عليك، عقلك اللاواعي بيتشربها ويتبرمج عليها ويهيئ لك كل مشاعر من هذا النوع، ويجذب لك أشخاص سلبيين ويفاجئك بأفكار سلبية، وقد تكون أفكار انتحارية. معظم الأشخاص اللي بيلجأوا لفكرة الانتحار بيجيلهم من إيه؟ بيجيلهم من المشاعر السلبية، من الأفكار السلبية اللي عقلهم اللاواعي متشبع بيها. خلاص عقلهم اللاواعي زي البرميل كده واتملى الاخره بافكار سلبيه، بيفاجئوا بقى بافكار سلبيه، بافكار انتحاريه، باشخاص سلبيين، بمواقف سلبيه، باحداث سلبيه، كل حاجه سلبيه هيهيئها لك عقلك اللاواعي، ما بيتاخرش. عقلك اللاواعي هو كل شيء، علشان كده لو عايز تغير حياتك ابدا بتغيير نظرتك للأشياء من حولك. لازم نظرتك تكون إيجابية لكل شيء، في مشاعر الحب، في شغلك، في حياتك، في طاقتك، كل شيء لازم تكون فيه مشاعرك إيجابية. الدين، ديننا الحنيف، يدعو المشاعر إيجابية، يدعو الاتصال الروحاني، يدعو للسعادة والتفاؤل. يبقى لازم علشان يحصل لنا توازن في حياتنا، ما نتعلقش بأشخاص، ما نتعلقش بأي شيء يؤذينا، لازم يكون مشاعرنا إيجابية، لازم نبرمج عقلنا اللاواعي صح.